السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة تعليم الرسم 3D. إزاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. ديكور النهاردة يا جماعة ديكور جميل جدا، وممكن أي حد ينفذه بأقل التكاليف بعلبة الزبرق بس يا جماعة. ديكور ما شاء الله، يعني ديكور راقي وشيك، وممكن أي حد ينفذه. قبل ما أبدأ إن شاء الله أوريكم طريقة اللعبة نستنبع، ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة. نبدأ على بركة الله. تمام، حضراتكم شايفين يا شباب، هنجيب قطعة كرتونة وهنعمل كام في النص زي ما حضراتكم شايفين كده يا شباب. هنعمل في المنتصف هنا كام؟ 24 سنتي. هنعمل خط 24 سنتي زي ما حضراتكم شايفين كده يا شباب. طبعا طريقة عمل المكعب دي شرحتها أكتر من مرة، فطبعا هشرح بالنسبة للناس اللي أول مرة يشوفوني هشرحها تاني. تمام، طبعا عملنا دي 24 سنتي. تمام يا شباب، دي 24 سنتيمتر. تمام يا شباب، الخط اللي في النص ده 24 سنتي. هنعمل علامة اكس. تمام، ده كده 24 سنتي برضك اكس، والناحية دي برضك 24 سنتي بالشكل كده يا شباب. ده كده 24 سنتي 24 سنتي وهنا 24 سنتي. تمام يا شباب، تمام. اقفل المربع دوت، المكعب ده 12 سنتي كده، 12 سنتي ده 12 سنتي. اصبح عندي كل المكعب ده كام؟ 12 سنتي في 12 سنتي. تمام يا شباب، ده 12 سنتي، ده 12 سنتي. تمام يا شباب، ودي 12 سنتي. تمام يا شباب، يبقى كده كام؟ 12 سنتي. هنا 12 سنتي، يبقى اصبح عندي المكعب كله كام؟ 12 سنتي في 12 سنتي. تمام يا شباب، هنبدا نقصها يا جماعه بالقطر كده زي ما حضراتكم شايفين. نجيب مسطره ونقصها كده. شايفين يا شباب، قصيتها وفرغتها زي ما حضراتكم شايفين، دي شكل الاسطمبة انا هشتغل بيها. نبدا على بركه الله. طب حضراتكم شايفين يا شباب، دي اول خطوه هنعملها بالنسبه للاسطمبة. هنبدا نخطط الديكور بتاعها بالشكل ده يا شباب. تمام يا شباب، هنجيب اسطمبة جنب اسطمبة بالشكل ده كده يا شباب. المرحله اللي بعد كده يا شباب، هنجيب الاسطمبه بتاعتنا في النص كده تحت دي بالظبط. ما تجيش حد بقى يعمل لنا مؤاخذه ايه الاسطمبه كده، لا، تابع نفس الخطوات ونفس الطريقه، الديكور هيطلع معاك مظبوط ان شاء الله، والديكور جميل جدا وشيك وراقي وما فيهوش اي صعوبه يا شباب. نبدا نخطط الديكور بتاعنا على بركه الله اهو بالشكل كده يا شباب. تمام كده حضرات، هيبقى كله نفس النظام.
زي ما حضراتكم شايفين يا شباب، لما خلصنا المرحله التخطيطيه دي مرحله الدهان ان شاء الله. كنت عامل سلسله تدريب الالوان، سيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. اللون الاسمر بدرجاته، اللون الاسمر فاتح والغامق، سيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. نبدا على بركه الله الدهان. شايفين يا شباب كل ده احنا الدهان، مربع دوت، المكعب ده هدين، المكعب ده هدين، ونسيب واحده وندهن واحده، ونسيب واحده وندهن واحده، وهكذا كده يا شباب. تمام، هنسيب الصف اللي تحت ده كله، الصف اللي بعديه نعمل واحدة ونسيب واحدة، نعمل واحدة ونسيب واحدة، وهكذا. هنسيب الصف التاني وهكذا. زي ما حضراتكم شايفين يا شباب، طبعا جبت كرتونه وقصيت فرختها يا جماعه عشان نبدا بيها الرش. على قد الاسطمبه بالظبط اهي، قطعت نص الاسطمبه عشان نبدا بيها الرش. نبدا على بركه الله. تمام معانا زي ما حضراتكم شايفين يا شباب، نبدا الرش ببساطه كده. بالشكل كده يا شباب، رشه خفيفه جدا. زي ما حضراتكم شايفين يا شباب، هنعمل واحده بالطول واحده بالعرض. يعني عملنا دي كده بالطول، هنعمل واحده بالعرض كده. زي ما حضراتكم شايفين يا شباب، رشه بسيطه جدا. بالشكل ده يا شباب، زي ما حضراتكم شايفين حضرتك تم بحمد الله وبفضل الله الديكور. الديكور جميل جدا وشيك وراقي. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك والشير واشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فيديو جديد ان شاء الله.